تبذل بلدية الرمثة جهودا كبيرة منذ بداية أزمة فيروس كورونا من خلال حملات تحقيم للأحياء والمستشفيات والدوائر الحكومية. التقرير التالي يسلط الضوء على جهود البلدية خلال هذه الظروف. ضمن خططها الوقائية ورفع مستويات النظافة في لواء الرمثة وكإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، قامت بلدية الرمثة الكبرى منذ بداية الأزمة بعمل حملات رش وتعقيم للأحياء السكنية والشوارع العامة والمؤسسات الحكومية والمستشفيات في اللواء للحد من انتشار الفيروسات. صحيح، بلدية الرمثة الإشي الوحيد اللي شفته بالأردن أنه يا ريت كل بلديات الأردن تحدو وحدو بلدية الرمثة بالتعقيم الكامل، بالحملات النظافة، برش المبيدات، بحماية الرمثة من السيارات القادمة، من الجمهور نفسه، تعقيم الشوارع، تعقيم باب المحلات التجارية بعد إغلاقها، الحارات الاستثنائية. يعني صحيح أنه الباشمهندس حسين أبو الشيح الله يعطيه العافية هو كادره، ما فيش تقصير، يعني بيبذلوا مجهود ما شاء الله يحمدوا عليه يعني مشكورين عليه. وأنا بطلب من وزير البلديات المصري بدعم بلدية الرمثة على أوسع نطاق حتى تظلها الرمثة نظيفة. ولم يقتصر عمل البلدية الخدمي على حملات التعقيم في اللواء، بل تعدى ذلك لمساندة بعض البلديات المجاورة الأخرى. بلدية الرمثة من البلديات الموجودة بالمملكة، وقع على عاتقها عملية التعقيم والرش والمكافحة لفيروس كورونا. كان العديد من المشاريع اللي تم تنفيذها أو البرامج اللي تم تنفيذها خلال الأيام السابقة، قدر بما يقارب 70,000 لتر من المواد المعقمات تم رشها في مدينة الرمثة، بالإضافة إلى سهل حوران ومنطقة أربد وجحفية، بالإضافة إلى منطقة لبيضة ومناطق المتاخمة لها. حقيقة بلدية الرمثة باستمرار بعملية التعقيم. الآن كمان كان لبلدية الرمثة مبادرة طيبة بوضع نقطة لعملية التعقيم على مدخل المدينة، بحيث يتم التعقيم هوائي للسيارة وبنفس الوقت عن تعقيم أرضي من خلال الجورة الموجودة فيها. قد تمثل البلديات اليوم الشكل الوحيد الفعال للمركز الإدارية، إذ تتمتع بالاستقلال المادي والإداري، وهو أمر محمود يبنى عليه في الدور التثقيفي والتنموي للبلديات. من مدينة الرمثة، مؤمن رمضان، رؤيا.